مرحبا بكم ناس كل. اولمبيك اس في الفريق المغربي يترشح على حساب الترجي الرياضي التونسي للدور القادم نتاع الكاس العربيه. كاس العربيه اليوم في الذهاب اولمبيك اس في والترجي عملوا 1-1 في المغرب، وفي الاياب عملوا 1-1. اليوم اولمبيك اس في ترشح بالضربات الجزاء 4-2، دونك مبروك الفريق هذا بالنسبه ليا الحصان الاسود نتاع المسابقه هذيا، وحظ اوفر للترجي اليوم اللي تحمل المسؤوليه نتاعها كيفاش ما ماركتش الاهداف، خاصه الاخطاء اللي صارت في الدفاع نتاع اولمبيك اسفي وما عرفتش كيفاش تستغلهم. دونك مبروك للفريق هذا، فريق بصراحه منظم برشا، فريق معناه ديسيبلين تكتيك هايله برشا تخليه اليوم معناه يغلب وينتصر تكتيكيا على الترجي الرياضي التونسي. نمشيو نشوفوا شنو صار في الماتش هذايا بالديتاي. قبل ما نبداو نحلوا الماتش ما نجموش ما نحكيوش على حسابات نتاع الزوز مدربين نتاع زوز فرق. دونك الترجي رابحه 1-1 في المغرب، يساعدها ان تعمل سكور 0-0 تترشح اولمبيك اسفي، معناه مطالب باش يماركي بونتو. دونك مارك البونتو نتاعو اللي كان مهم على الاخر، خلى الترجي تجري ورا النتيجه باش تعدل السكور. دونك اليوم الترجي دخلت بدران ومباركي في اللاكس، اليوم ثنائي هذا يظل لي اول مره نشوفوه في اللاكس مع بعضه. ريال جوش الشتي اليوم رجع ريال جوش في الترجي، نعرفوا القيمه نتاع الشتي في الترجي، الانتداب الجديد نتاع الترجي وخاصه في المباريات الاولى اللي لعبهم مقابل معناه سمكي اليوم الغياب نتاعو في اولمبيك اسفي. اليوم في العشرين دقيقه الاولى نتاع الميتون لون شفنا بصراحه الترجي هي اللي مسيطره على اللعب، هي اللي مبادره بالهجوم، هي اللي تعمل في العمليات، شفنا دي كومبينيزون هايلين على الاخر، شفنا اللعب فرجوي، شفنا ساعات ترقيد لعب، شفنا كره تمشي من اليمين ترجع من اليسار دي تريونجل، شفنا بصراحه الترجي هي اللي تبادر، هي اللي تعمل الهجوم، هي تحاول تفكك الدفاع نتاع اولمبيك اسفي. اليوم اللي يلعب 3-2 معناها ايكيب ستابل، كونديسيون فيزيك نتاع الجوارات نتاعها كبيره برشا، شراسه في اللعب، معناها ديسيبلين تكتيك، مسكرين ثغرات، يفكوا بزوز ثلاثه اربعه جوارات، انضباط تكتيكي كبير برشا. كلاو تيران بصراحه جوارات اولمبيك اسفي اليوم بالجري نتاعهم عطاو ما عندهم، عطاو اكثر حتى من اللي عندهم 120% قدام الترجي اليوم، لقات برشا صعوبات باش تخترق الدفاع هذايا اللي كان حاسين برشا برشا. شفنا الترجي الرياضي التونسي رغم اللي هو المسيطر 20 دقيقه الاولى، اما البونتو الاول جاء من اسفي، دونك من اسفي بعد باس اون بروفوندور لمعاويه معناها عبد الغني مركي به البونتو الاول دقيقه 20. البونتو هذا فيه نوعا ما شويه شك انه اورجو مش اورجو، دونك بالنسبه لي الاخطاء داخله في لعبه كره القدم. دونك بونتو معناها في العمق جاء بعد هفوه كبيره ياسر من لاك سنترال نتاع الترجي، يمكن خاطر المباركي وبدران مش مستسين يلعبوا مع بعضهم. دونك بعد البونتو هذايا شفنا الترجي حاولت معناها تجيب النول، سرعت في النسق، عملت الهجمات، عملت لي كومبينيزون، طلعت، عملت لي سنتراج، شفنا السنتراجات الكل بصراحه. الدفاع نتاع اولمبيك اس في اليوم كان لها بالمرصاد، كان يديجاجيها، كان هو الاولاني على الكوره بالاجريسيفيتي، حتى الكوره كي تمشي في الساقين معناها تمشي مثلا للخنيس ياخذها عليه، معناها يونتيسيبي الديفونسور يفكها عليه، اجريسيفيتي كبيره برشا شفنا اليوم. معناها فكان الكره كما قلت بزوز ثلاثة جوارات، حسيت في بعض الاوقات انه اولمبيك اس في يلعب ب 12 و13 جوار، بصراحه فريق كبير برشا معناها في التنظيم الدفاعي، فريق متاكد 100% انه باش يقلق اي فريق معناها يلعب كونترو معناها في الادوار المتقدمه نتاع الكاس العربيه وحتى في الدوري المغربي، فريق ممتاز على الاخر، انضباط هايل برشا، ومبروك الجماهير اولمبيك اس في بالفريق نتاعه. في الميتون هذا صحيح شفنا برشا تدوير كره نوعا ما، فما تدوير سلبي للكره نوعا ما، زاد الفريق اسفي يخليك هو اللي تلعب بالعرض بما انه ما يخليكش تدخل من العمق، يخليك تمشي من لي كوتي، شفنا كوامي، شفنا بلغيث معناها تحركوا بين الخطوط، حاولوا يمولوا لي زاتاكون معناها الخنيسي والهوني والبدري، الكره ما وصلتش كما لازمها توصل بما انه بصراحه وقفه هايله برشا من الفريق المغربي. دونك الترجي قاد برشا صعوبات في الميتون هذا، واولمبيك اسفي عرف يوفى الميتون الاول رابح 1-0 وينتصر تكتيكيا في الشوط هذا. في الميتون الثاني بصراحه شفنا الترجي كالعاده دخلت بالنسق نتاعها، بالهجومات نتاعها، معناها بالعمليات نتاعها، معناها الترجي ظاهر حبت ماركي نول، حبت معناها فيسع ترجع في المقابله باش تعاود ماركي الثاني بما انه هي اللي تستقبل في اولمبيك اس في اي بونتو تقبله ترسيلها تجري ورا سكور بزوز بونتوات اخرين قدام معناها الضغط الرهيب اللي فرضته الترجي قدام الدفاع نتاع اولمبيك اس في، ما قامش برشا اغلاط اليوم من الغلطات القليلين اللي قاموا بهم الدفاع نتاع اولمبيك اس في، عرفوا يستغلوه معناها المهاجمين والملاعبيه نتاع الترجي اليوم معناها بالرمضان يشوت كره دقيقه 54 يشوتها ترجع دوزيام بال، معناها الديفونسوريت ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع الكره هذيا، الديفونسوريت بالطبيعه اولمبيك اسفي ياخذها اكوامي دوزيام بال يماركي بها بونتو نيول، بصراحه معناها قدام الترجي قدام الضغط الرهيب والضغط يولد الاخطاء بصراحه بالنسبه ليا هجوم نوعا ما رعب من الترجي، وقت اللي تهاجمك الترجي باللي كومبينيزون بالاختراقات بالتوغلات والسرعه
نجم تخلق لك معناها الخطر في اي لحظه خاصه من لي دوزيام بال تعرف كيفاش تستغلهم. صحيح اليوم المهاجم الخنيسه جاتوش برشا كور ولا ما عرفش كيفاش ياخو لو كور يمكن يلزم جوور جاباري اكثر من كيكا. اما الترجي معروفه بالقوه نتاع الهجوم نتاعها دونك صعيب انك تقعد معناها 90 دقيقه بنفس الثبات. شفنا بعد البونتو التعادل ذا اولمبيك اس في طلعت في البلوك نوعا ما شويه في رداهات نتاع الميتون ثاني طلعت البلوك في الثلث الثاني نتاع تيران ولا تتعطل في خروج الكره نتاع الملاعبيه نتاع الترجي. البارتي نوعا ما النسق نتاعها طاح شويه الترجي زاده ولات تلعب في الكور كيف العاده تلعب في باس باس تدور في كوره في اقل ريتم. كنت نتصور الترجي بعد البونتو ذايا بعد جمهور اليوم على عيط 90 دقيقه كنت نتصور انه مش حاول يلوج على البونتو الثاني خاصه انهم ماركاو بونتو يخليهم معناها يرجعوا في المقابله وما يمشيوش معناها ضربات الجزاء كما نعرفوا ضربات الجزاء معناها 50 50 لاي فريق. بالنسبه لفريق اس في شفناه في اللي كونتر اتاك يطلع باكثر نوعا ما جوريت اكثر بما انه كما قلت طلع البلوك قدام ترجي اللي في العشرة دقائق الاخرى معناها جاهز دو بالاريتي كان تجد ماركي منهم يمكن بالاريتي صحيح معناها بالرمضان حتى الاولى نحيها له الجول الثانيه فوق دونك الترجي جاتها فرصه اللي هم البدري كان ينجم ماركي بونت ويقتل به الماتش بعد هفوه من الهفوات القليله معناها نتاع الدفاع نتاع الفريق الاسفي اللي كان معناها على 90 دقيقه ثابت عزيمه كبيره برشا روح كبيره برشا اجريسيفيتي كبيره برشا وانضباط تكتيكي كبير برشا دونك مبروك للفريق الاسفي يستحق معناها الانتصار نتاعو. الترجي تلوم الا روحها هي ضيعت معناها الماتش نتاعها جوا فرص ضيعتهم وفي البينالتيات معناها بنشوك والجويني ضيعوا معناها زوز بينالتيات دونك مبروك وحظ اوفر للترجي الرياضي التونسي. التحليل نتاع الفيديو اليوم وفاه ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساش باش تعمل جيم ابوني وتبارتاجي وتنزل على الناقوس باش كل ما نهبط فيديو يجيك جديد. نشوفكم الفيديو الجايه نقول لكم السلام.